بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تقدم أن الكوثر نهر في الجنة، حافتاه أي جانباه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربةً لا نظمأ بعدها أبداً، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى فصلِّ لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر أي الأنعام على اسمه وحده لا شريك له. فالصلاة عبادة، والنحر والذبح عبادة، فلا يذبح إلا لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن رحمهم الله، يعني بذلك نحر البدن ونحوها. فصل لربك وانحر أي الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والغنم، كل ذلك تقرب إلى الله جل وعلا. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف رضي الله عنهم، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه. المشركون يسجدون لغير الله ويذبحون لغير الله، وهذا كفر، فالله عز وجل قال فصل لربك وانحر. العبادة لا يستحقها إلا الله جل جلاله، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله لا يجوز للمسلم أن يأكل منها. ما ذبح للأصنام والأنداد والقبور فلا يجوز للمسلم أن يأكل منها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي رضي الله عنه ولا يصح، لكن سنده لا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر الباقر رحمه الله وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة،
ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير رحمه الله، وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا حديثاً منكراً جداً، يعني حديث لا يصح، فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200 من الهجرة، حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل عليه السلام، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرَّمت للصلاة، يعني إذا كبَّرت كبيرة الإحرام ارفع يديك إذا كبَّرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت فإنها صلاتنا، الملائكة عليهم السلام، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة عليهم السلام الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك من حديث إسرائيل ابن حاتم به، ولكن كما تقدم هذا حديث منكر جدا، أي لا يصح. وعن عطاء الخراساني رحمه الله: وانحر، أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. كل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول، يعني انحر واذبح تقربًا إلى الله، الهدايا والضحايا وغير ذلك تقربًا إلى الله عز وجل. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، الذبح يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله، الهدايا والضحايا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، يعني عيد الأضحى، ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. الذي ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا تعتبر أضحية، والأضحية تذبح بعد صلاة العيد يوم النحر أو في أيام التشريق. فقام أبو بردة ابن نيار رحمه الله فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، وعرفت أن اليوم يوم تشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم، ذبيحتك ليست أضحية، لأن الأضحية بعد صلاة العيد. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني سمينة طيبة، ولكن ليست مسنة، أفتجزي عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، لأن الأضحية إذا كانت من الإبل لابد عمره 5 سنوات، وإذا كان من البقر عمره 2 سنين، وإذا كان من المعز 1 سنة كاملة، وإذا كان من الضأن 6 أشهر، جذعة 6 أشهر. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب قول من قال: معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة. فالسجود عبادة لله، لا يجوز السجود لغير الله، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله، فالعبادة لا يستحقها إلا الله جل جلاله. وكذلك نحرك اجعله له، أي لله عز وجل دون الأوثان، شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن،
وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء رحمهم الله. وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك شانئك، أي مبغضك، إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، أي الأقل الأذل المنقطع ذكره. الذي يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله: نزلت في العاص بن وائل من رؤساء المشركين قاتله الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه أي اتركوه، فإنه رجل أبتر لا عقب له، أي لا ولد له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة: إن شانئك هو الأبتر، الذي يبغضك هو مقطوع الذكر لا يذكر إلا بسوء فعله. وقال شمر بن عطية: نزلت في عتبة، نزلت في عقبة ابن أبي معيط من رؤساء المشركين قاتلهم الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعكرمة رحمه الله: نزلت في كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود وجماعة من كفار قريش. وقال البزار رحمه الله: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه، يعني يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه المصنبر المبتر المنبتر، يزعم أنه خير منا، ونحن يقول المشركون ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، أي خدمة البيت، ألا ترى إلى هذا؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، الذي يبغضك هو الأبتر المقطوع الذكر. هكذا رواه البزار رحمه الله، وهو إسناد صحيح. فاليهود كانوا مع المشركين، الكفر ملة واحدة نعوذ بالله. وعن عطاء رحمه الله: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابنه إبراهيم عليه السلام، مات وهو في مدة الرضاع عليه السلام. فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بُتِر محمد الليلة، أي مات ولده ليس له من يذكره نعوذ بالله. فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يبغضك هو الأبتر الذي لا يذكر إلا بسوء عمله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أبي جهل قاتله الله. وعنه: إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيره، كل من كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مقطوع الذكر لا يذكر إلا بسوء عمله. وقال عكرمة رحمه الله: الأبتر الفرد. وقال السدي رحمه الله: كانوا إذا مات ذكور الرجل، أي إذا مات أولاده الذكور، قالوا بُتِر. فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بُتِر محمد. فأنزل الله:
إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يبغضك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأبتر، أي مقطوع الذكر، لا يذكر إلا بسوء عمله. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، في صلاة سنة الطواف، في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر، كذلك في سنة الفجر صلى وقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية في سنة الفجر، سورتي الإخلاص. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 12 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سنة الطواف وسنة الفجر وسنة بعد المغرب، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت، أي نظرت، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في سنة الفجر وسنة المغرب البعدية، وكذلك سنة الطواف. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت، أي نظرت، النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي أحمد الزبيري، وأخرجه النسائي رحمه الله من وجه آخر عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن، من قرأها وآمن بها واعتقدها الله يعطيه ثواب من قرأ ربع القرآن.
المهم الإيمان والاعتقاد. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم ابن القاسم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل، عن ابن هو ابن معاوية، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ الربيبة بنت الزوجة. هل لك في ربيبة لنا تكفلها أي تربيها؟ قال: أراها زينب، اسمها زينب رضي الله عنها. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ما فعلت الجارية أي هذه البنت؟ قال: تركتها عند أمها. قال: فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي. قال: اقرأ، قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك، تفرد به أحمد رحمه الله. ففيه مشروعية قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، فإنها براءة من الشرك، تفرد به أحمد رحمه الله. وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني، حدثنا محمد بن الطفيل، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبل بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها، فإنها براءة من الشرك، والله أعلم، وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. وروى الطبراني رحمه الله من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي وعباد أبي الأخضر عن خباب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تبرؤ من المشركين ومعبوداتهم الباطلة، وإخلاص العبادة لله جل وعلا. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله قل يا أيها الكافرون، قل أيها الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الكافرون، شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، نعوذ بالله. فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما هاهنا بمعنى من. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادتي، بل قد اخترعتم شيئا
من تلقاء أنفسكم، كما قال عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعباده يسلكها إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلا بد من التبرؤ من الكفار ومعبوداتهم الباطلة. وقال البخاري رحمه الله: يقال لكم دينكم أي الكفر، ولي دين أي الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون، فحذف الياء كما قال: فهو يهديني ويشفيني. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انتهى ما ذكره. ونقل ابن جرير رحمه الله عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، كقوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكقوله عز وجل: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي رحمه الله وغيره عن ابن قتيبة رحمه الله، فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري رحمه الله وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم أي وهناك قول الرابع نصره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قليلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا، والله أعلم. وقد استدل أبو عبد الله الشافعي رحمه الله وغيره بهذه الآية الكريمة: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي. والقول الآخر أن الكفار كلهم ملة واحد، اليهود والنصارى كلهم ملة واحد. فالمقصود أن اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي. تفسير سورة
إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة وهي مدنية، قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن. قراءة هذه السورة يأجر الله عليها بثواب ربع القرآن، قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن، أي من قرأها وآمن بها واعتقدها الله يعطيه ثواب من قرأ ربع القرآن. وقال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، وأخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت، آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، هي فتح مكة. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي رحمهم الله من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، أيام التشريق 11 و12 و13، فنزلت في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة صلى الله عليه وسلم. قال المعلق حفظه الله: موسى بن عبيدة ضعيف. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الأسفاطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، أي أخبرت بموتي، لأن الله تعالى قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أن مهمتك قد أديتها فقرب أجلك، الله أخبره بذلك. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أسفاطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، أي أخبرت بقرب أجلي، فبكت رضي الله عنها ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحقا بي، فضحكت، أن أول من يموت من أهله فاطمة رضي الله عنها. وقد رواه النسائي رحمه الله كما سيأتي بدون ذكر فاطمة رضي الله عنها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل
حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني، يدخل ابن عباس وهو شاب مع أشياخ بدر، مع شيوخ الذين حضروا بدر كبار الصحابة رضي الله عنهم، فكأن بعضهم أي بعض أولئك الشيوخ وجد في نفسه أي غضب في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا؟ أي هذا شاب، لماذا يدخل معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه ممن علمت، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم ذات يوم، أي دعا شيوخ بدر فأدخله معهم، أدخل ابن عباس رضي الله عنهما معهم، فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، أي أن الله تعالى قد من على ابن عباس بالفقه والفهم. فقال عمر رضي الله عنه لأشياخ بدر رضي الله عنهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي، قال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. هذه السورة إخبار من الله لنبيه بقرب أجله. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها، أي من هذه السورة، إلا ما تقول. تفرد به البخاري رحمه الله. فابن عباس رضي الله عنهما دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه التأويل، أي تفسير القرآن. وروى ابن جرير رحمه الله عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي، أي أخبرت بقرب أجلي بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد رحمه الله. وروى العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك رحمهم الله وغير واحد: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني إسماعيل بن موسى، حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي من قبيلة بني حنيفة عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، أي لينة، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، أسلموا بدون قتال رحمهم الله. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا رحمهم الله. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة، قال: نُعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة، أي اجتهد في العباد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن، فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. رضي الله عن المؤمنين وعن صحابة رسول الله أجمعين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نُعيت إليه نفسه، أي أخبر بقرب أجله، فقيل: إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: لما نزلت نُعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن أحمد ابن عمر الوكيعي، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً إذا جاء نصر الله والفتح. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختر الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، فقال الناس: حيز حيز، وأنا وأصحابي حيز، يعني أنا الناس جماعة وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، كان عريفاً أي مسؤولاً عن قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدق، كان يأخذ الزكاة ويأتي بها. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قال: صدق. تفرد به أحمد رحمه الله. وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد رضي الله عنه ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة، يعني من مكة إلى المدينة، بعدما فتحت مكة صارت لا هجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة، ولكن جهاد ولي، ولكن إذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم للجهاد فاخرجوا. خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة رضي الله عنهم من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره، معنى المليح أي معنى طيب صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون: هي صلاة الضحى. وأجيبوا
بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرًا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبًا من 19 يومًا يقصر الصلاة ويفطر، يعني عام فتح مكة هو وجميع الجيش، وكانوا نحوًا من 10,000 رضي الله عنهم. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح لما فتح الله عليه مكة صلى 8 ركعات. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة، اجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يعمل بما أمره الله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي رحمهم الله من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ورواه مسلم رحمه الله من طريق داود وهو ابن أبي هند به رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص، حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. غريب أي خبر غريب، وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب هاهنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، وكان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. ثلاثا تفرد به أحمد رحمه الله، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به رحمهم الله. والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب أي قبائل العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يعني كانت تنتظر فتح مكة. يقولون إن ظهر أي إن غلب على قومه فهو نبي لا شك. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمضِ سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء أي القبائل تتلوم بإسلامها فتح مكة. يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم وهو نبي لا شك صلى الله عليه وسلم. الحديث. وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، ومن أراد فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة. ابن كثير رحمه الله له كتاب السيرة النبوية. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني جار لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر يبكي رضي الله عنه وقال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 226. فصل. ومن فوائد الذكر أيضا، يعني ذكر الله عز وجل، الأذكار الشرعية، ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن دور الجنة تبنى بالذكر، دور الجنة تبنى بالذكر، كلما ذكرت الله يبنى لك في الجنة. فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عليهم السلام عن البناء. وأن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، الله تعالى يجيرك من جهنم، اللهم أجرنا من جهنم وأهلنا وأولادنا والمسلمين. فإذا كانت له إلى جهنم طريق عمل من الأعمال كان الذكر سدًا
في تلك الطريق، وأن الملائكة عليهم السلام تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. الملائكة عليهم السلام يستغفرون الله للذاكر، فعلينا أن نلزم ذكر الله بالأذكار الشرعية، وأن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها، وأن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال تبارك وتعالى في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر، وأنه ذكر الله يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة، وأن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة، وأن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. قال: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبًا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر رحمه الله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليًا رضي الله عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم. فذكر الله يقوي على الطاعة، فينبغي لنا عند النوم نسبح الله 33، ونحمد الله 33، ونكبر الله 34. الله يعطينا قوة ويعطينا نشاط على الطاعة. فقيل إن من داوم على ذلك أي على الذكر وجد قوة في عمله مغنية عن خادم. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرًا في هذا الباب، ويقول: إن الملائكة عليهم السلام لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ يحملون العرش، أما الله عز وجل هو غني عن كل شيء، عالٍ على العرش، استوى استواءً يليق به. فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذكر يعين على الطاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي إلا بإعانة الله جل وعلا. فلما قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله حملوه أي العرش، حتى رأيت ابن أبي الدنيا رحمه الله قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا رحمهم الله أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه يعني حملوا العرش
أما الله عز وجل فهو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله، وهو الغني الحميد جل وعلا. قال: وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. قال: ومبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر، ذكر الله وشكره عز وجل. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، أن تذكر الله وأنت قلبك حاضر وتعرف المعنى وتستيقن. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به، الإيمان بالله عز وجل وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام بطاعته، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره، متضمن لطاعته، وهما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: من ابتلي ببلاء قلب أزعجه، من ابتلي ببلاء قلب أزعجه فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي السجود وأدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار. وليتخذ ورداً من الأذكار طرفي النهار وعند النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا بد أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، وليحرص على عمود الدين، وليكن هجيراه أي صوته: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، ولا يسلم من الدعاء ولا يسأم من الدعاء والطلب. فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد من شيئا من عميم الخير إلا بالصبر، والله الموفق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.